فليتفضل الأستاذ محمد نجيب وطيب للقاء المناقشة لعرض اليوم تحت عنوان مهام مندوب المباراة والمباريات. تحت فقرتكم أستاذ بوطيب نجيب. السلام عليكم. مرحبا بنا عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا من دواعي الشرف والسرور والاعتزاز ما أكتفى أمامكم باسم المكتب المدير لأصوات الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم، لأرحب بجميع الحاضرين من ممثلي الصحافة الوطنية والسادة المدعوين والمناديب المحترمين وكذا أعضاء المكتب المديري والموظفي عصبة الدار البيضاء الكبرى. أيها السادة، لقد دأبت العصبة على إحياء اليوم الإخباري لفائدة المناديب في بداية كل موسم، وعليه اليوم يعد من أولويات الأنشطة المتعددة لهذا اليوم التي تقوم بها العصبة من خلاله تعطي دروس لهذه الشريحة من المجتمع الرياضي لتقوية معرفتهم في المجال الكروي وتمكين المناديب من الاطلاع على صلاحيات وواجبات المندوب حتى يتسنى له القيام بمهامه في أحسن الظروف. هذا وإن دل على شيء إنما يدل على أهمية بالغة التي توليها العصبة للمندوب وتمكينه من معرفة تخوله تسيير المباريات بكل مهنية واحترافية، بحيث يستوجب عليه أن لا يتدخل في قرارات الحكم ولكن مساعدته إن طلب منه ذلك، كما أنه ملزم بالتنسيق مع رجال الأمن وتهيئ الظروف الملائمة لإجراء المباراة مع الحرص التام على هندامه اللائق حتى يكون في مستوى الحدث والمهمة التي يقوم بها. أيها الحضور الكريم، هذه بعض الوصايا والنصائح التي وجب التذكير بها والعمل بها، مع العلم أن جل المناديب لهم خبرة كبيرة تخول لهم القيام بمهامهم. أيها السادة، لن أطيل عليكم في صد ما أنتم على علم به، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد مع الحرص التام على مسؤولية التطلع والطموح إلى ما هو أفضل تماشيا مع التوجه العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنهوض بالرياضة في المغرب عامة وفي الدار البيضاء خصوصا في كرة القدم مع الطبع. كما لا ننسى أن الإرادة القوية للمكتب المديري للعصبة بالأساس الذي نجد فيه الدعم اللامشروط للرفع من المنتوج الكروي والرفع من عمل التكوين والتكوين المستمر الذي دأب عليه منذ توليه مسؤولية تسيير ومهامه داخل العصبة. وفقكم الله بما فيه الخير وخير ما نختم به، وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسول المؤمنين صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. غادي ندوزو دابا باش نكونوا واضحين، راه ماشي كنقصوا منكم ولكن كنبغيو نذكروا ان الذكرى تنفع المؤمنين. كاين بعض المهام داخل الملعب اللي من الضروري خص المندوب يقوم بها، وانت كيقوم بها اللي كيعرف الواجبات اللي عليه واللي ليه، لان الا خرج على نطاق الواجبات اللي هو خصو يقوم بها كيخلق مشكل، دخل اختصاص ماشي ديالو كيولي مشكل. مع العلم ان العصبه ماشي بحال الجامعه، البطوله الاحترافيه ولا الهوات تيكون كطري مربيد كيعاون، انت كتبقى كعين يا ديال العصبه يا ديال الجامعه، لان المندوب هو عين وباش كتشوف العصبه والجامعه ماشي شي حاجه اكثر. انت لما كانش المندوب الجامعه ما تعرفش تشرف فيك مباراه، اذا هو عين الجامعه او العصبه اللي كينتمي لها. فمن الضروري ان الواجبات ديالو تكون
يعني مضبوطه وعلى علم بها. غنبداو بالوصول ساعه قبل موعد المباراه. علاش كنقولوا ساعه قبل موعد المباراه؟ لان حتى الحكم خصو ساعه يجي، كتشوف المعدات، كتشوف مستودعات الحكام والزوار، كتشوف الملعب، كتشوف واش كاين الامن، كتشوف واش كاينه سياره اسعاف الا كانت من الضروري تكون. هذا هو علاش كيجي ساعه. بالنسبه للعصبه المندوب بيني وبينكم خصو يجي ساعه وزياده، لان ما كاينش داك الروح الرياضيه اللي غادي تجي تقول انا ساعه غادي نلقى كلشي موجود في التيران، درجه تلقى الشبكه ما كاينينش، تصعيب على المسؤول. لهذا انا كنقول رايي حبذا لو يجي اكثر من هذا الوقت، بحال داك اللي شرب قهوه غادي يجي للملعب، باش ملي يجيو الحكام غتكون الامور كلها مضبوطه، ما يبقاش عاد تيقلب على الحارس جيب وما عندوش حق يجي معطل قبل ما تبدا المباراه. هذا باش نكون انا حضرت المباريات، الحكم عطى انطلاقه، الحكم خصو يعطي انطلاقه تيدير مندوب بينيفول يعزل واحد من الجوج كيجي عاد تيدخل المباراه، ما بقاش عنده الحق، اما غيبقى برا الا جا معطل ما عندو لاش يدخل. كاين عندنا التنسيق مع رجال الامن. علاش التنسيق؟ علاش تنبغيونا عليه التنسيق؟ هو عارف الملاعب عندنا كتلقى شي بلايص تقوم يعني لا مان كورونت، داك الشباك اللي داير بالملعب تقوم من شي جهه، كتجي كتشوفو باش تتعلم الامن. هذا هو التنسيق مع الامن، لان ما كاينش نقص تنسق معاه. الجمهور راه الفوق هو كيحمي الحكام، ولكن خصك تعطيه دوك الثغرات اللي كاينين في الملعب باش هو يكون على علم، يا يعيط الرونفور يا يوقفو هما بجوج في بلاصه فيهم، المهم هما خصهم ياخذوا التدابير ديالهم. هذا هو التنسيق مع رجال الامن. عندي واحد الحاجه اللي كضرني شويه ملي كنشوفها. دابا الجامعه كاين نهوض ديال كره القدم في الجامعه، العصبه غاديه في نفس الاتجاه، ماشي العصبه الدار البيضاء الكبرى تقريبا كاع العصبه غاديه في نفس الاتجاه، ولكن عصبه الدار البيضاء راه هي القطيره، راه كلشي كيهضر عليها. نهار كتخسر شي حاجه راه كلشي كيهضر على الدار البيضاء، كتكون زوينه ما كيهضروش، ولكن الدار البيضاء هي لاماشين ديال القطار ديال العصر. الله يرحم الوالدين، اللي غادي يجي المباراه ديال كره القدم راه الا ما جاش الهندام ديالو نقي، خذوها مني تجربه. كانت عندنا في التحكيم، كتجي داير صافك فوق كتافك كيطيحك الارض مع الدخله، مع الدخله تباب ديال التيران، داير صافك فوق كتافك كيعرفك راك مفضي. يجي الهندام زوين الله يرحم الوالدين، راه ما كنطلبوش غادي تمشي تشري لي 4000 درهم ديال الباس كوستيم وكرافطه 4000 درهم، لا قوي ميزه وسريويل جاكيطه وسريويل. المهم الهندام انا شت جلابه شت فوخيه، ما بيني وبينكم دابا انا رئيس ديال الفريق كندور كنلقى مندوب نبغي يهضر مع المدرب، راه ما نخليهش يهضر معاه، هو ديجا ما عطاش القيمه لراسو. سمحوا لي راه ما كنقش من المناديب، ولكن هاد الحالات شفتهم وشافهم بزاف الاخوان وهضروا عليهم الناس، علاش انا نخلي تيهضروا معايا تيقولوا لي لا مارك عباد الله؟ انا غادي مندوب كنفيق يمكن معطل اللي لقيتو كنلبسو وكنمشي للملعب، راه ما كيحترم حتى واحد. باش نقول لكم شوف الكره راه واعره، ملي كتدخل الملعب يحترمك مع الدخله الا ما يحترمكش، مندوب حكام كما بغيت تكون راه من الدخله كيحترمك ولا ما يحترمكش. اذا الله يرحم الوالدين نحاولوا الهندام ديالنا يكون شويه نقي هو تيتوالم مع المباراه ديال كره القدم. مندوب عرفتي شنو هي مندوب؟ تنعرفوا شنو هي القيمه ديال المندوب؟ دابا مندوب تيعطي لما ياخذ من المندوب، لا راه مندوب راه عنده قيمه في المباراه، راه الا ما كانش المندوب بحال لا العصبه ولا الجامعه ما كايناش داك الملعب. وتخيلوا معايا عصبه قدها بقامتها، جامعه قدها بقامتها، ما كايناش لان ما كاينش مندوب، اذا عنده قيمه. ما تاخذوش راه عنده قيمه لا مندوب ولا لا، عنده قيمته خصو يحترمها ويحافظ عليها ويخليها زوينه قدام الناس. لان تعرفوا كره القدم راه كل ما كدير حاجه اخرى اللي تات الانتباه ديالي في بعض المباريات هو المندوب كيسالي
المباراه سالات ما كاين لا صداع لا والو لا مشاكل كلشي كيعلق كلشي كيبوس ما كاينش مشكل ديك الوريقه وكيزيد كانو مخلي الحكام مخلي الفريق الزائر واش كتعرفوا ان فرمشتعين كطيح دار فرمشتعين كطيح دار راه فرمشتعين واحد زيد مع واحد يضرب يفرق على عيني انت ما عندك خبار ما نمشي تنخرج الحكام والفريق الزائر قدامي ما نمشيش انا الاول نمشي انا الاخر لان الناس يقول لك تقرير من منذ المباراه قبل اثناء وبعد هذيك وبعد هي هذيك الا مشيتي وقال لك دير تقرير تقول لي ما دير امشي ما شفتش طرا اذا ما بقيتيش طرا كاع تكون من دون العين ديال الجمال والعصبه تعمات ما بقاتش كتشوف الله يرحم الوالدين نصبروا مادام قررت ندير من دون وانا راضي عليها غادي نصبر تنخرج كلشي قدامي غنخدم التدوين ديال شوف غادي تقول يمكن غادي يقول من بعد اللي نعطي الكلمه للنقاش غادي يقول لي شي واحد لا راه شوف كانت كثره هي ما خصهاش توقع ولكن بحال ولات عندنا بحال قاعده كنجي عند الحكم تنقول لهم واش عطيتي الصفرة واش عطيتي ديك الحمراء واش تمارك البيت وهي راه ما كايناش المندوب كيدير وقته اللي هو شاد ما كيتشاورش مع ولا طردتي لعام كتقول لي اش درتي ليه كندير داكشي اللي شت انا لان الجهاز الوصي عليك بغى يشوف اشنو انت قلتي ليه عادي شوف اش قال لي الحكم باش كياخذ القرار الصحيح تقدروا بجوجكم تفقسوا ولكن تفقسوا على غلط باش ما نقولش لك الحكم راه ما كيغلطش كاع كنا حكام كنغلطوا ما تي تيقول لك شي كلمه كنتي كتقول لي لا صافي هذه اللي راه ما بغاش يخرج لا غندير ليه عين غندير ليه سب غندير ليه رفض يخرج حتى تدخل الامن بزاف ديال العوامل كتوقع وبالاخص في الطرد اذا ما تبقاوش نديروا داك الاتفاق كاع العمى كوبي كولي انت درتي ثلاثه ندير ثلاثه درتي طرد ما دار والو ما دار والو لا ندير اللي كاين باش كتبقى ديك الثقه متبادله مع الجهاز الوصي عليك ومن طبيعه الحال من بعد هذا الشيء كله كيكون داك التقرير مفصل للجهاز الوصي اللي هو اللي هضرنا عليه دابا هو اللي خصو يكون مدقق شوف غادي نقول لكم هذه القضيه مندوب لاحظ في العصبه تهضر على العصبه ما عندوش الحق يقول لا ما شتش لا ما بانش ليا لا ما رديتش البال بحال ما كنتيش انا نقول لكم هذه القضيه وقعت لي بين قوسين لاعب ستاد ماروكان مع ماهيلا النادور دوزيام ديفيزيون لاعب معايا ديليغي جيت ندور لقيتو ناس وطردتو خرجتو والله الا خرجتو والله ناعس وناعس لعبتي شاري داخل وناعس خرجتو والله الا خرجتو المندوب خصو يكون فايق والمندوب انا طالب مني المناديب بنات وولاد طالعوا على القانون ديال اللعبه قوانين اللعبه ضروري طالعوا عليهم وعلاش العاده ولا ديما اللي خرج تقاعد في الحكام كيجي يدير ديليغي الاولى كيعرف القانون الثانيه كيعرف فين تيدخل لان المندوب ما كاينش مندوب انا كنحكم على داك البونتوش لا كننظمو راه كاين فرق ما بين كننظمو وكنحكم عليه المندوب كينظم البونتوش باش كيسهل الماموريه على حكم الوسط اذا ملي غادي ننظم انا البونتوش اللي حدايا ما خصنيش نجبد المشاكل صاحبي شي نقدر نسمع شنو نجيكم من الاخر كاع باش ما يقولش شي واحد لا نقدر نسمع بحال كي تيدير الحكم كيسمع وكيدير راسو كيشوف ديك الجهه هو راه سمع اش راه قلت الا غادي يجبد حمراء خسرت لي المباراه وهذاك الشيء اللي قال ما سمعو حتى واحد ما بقاش انا على كليمه حكم ماشي طرد هذا والسيد في العافيه لداخل ورا في العافيه لداخل الله يبارك ليه العافيه وانت كتجي كتنوض عافيه اخرى برا راك ما عاونتيش راك سببتي ليه انه يولي يلعب على اعصابه انت كمندوب خصك تعاونه والمساعده ديال المندوب شنو هي هو نضبط دوك الناس بالاداب التي هي احسن ما نفعلش ما نكونش جدارلي ما نكونش بوليسي ما نكونش كنقرر بالاداب
الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، حتى ما يبغيش. شوف إلا كان راسو قاصح أنا معاك، خاصو يطلع يفوت، تماشى معاكم في ديك الرطوبة اللي نتوما دايرين معاه، الله يسر، غتخليو الحكم لعب المباراة ديالو، ولكن ماشي كل مرة تعيطوا لي أجي هذا خاصو يطلع، هذا خاصو يمشي، لا، كاين وقت أنت تقدر تقول ليه هذا خاصو ياخذ حمراء، كاين أوقات. تختلفوا تروا دابا ليكسيلونس تروا زيان كاتريام سينكيام راه ماشي هي الاحتراف، اذا خصكم تساعدوه حتى هو راه لاعب مسكين في العافيه الداخل، يطرا شي كيكمل شي، ولهذا كنتمنى راه شويه درزانه طالعوا القانون، راه مزيان مهم طلعتوا القانون، راه الا بغيتي تعاون هذيك اللي كيقول لك كتساعد دابا حنا ذكرنا هنا كتساعد الحكم، إلا ما كنتش غطي لها بالقانون راه ما يمكنش تساعدو، أو خا يجي تشاور معاك تقول له والله ما نعرف سبقني ترتاح ما عارفش، أما إلا كنتي غطي لها بالقانون والقوانين اللي كتجدد كل سنة، إلا هو غلط تكون فوق تكنيك غتعاونو لأنك عارف القانون، أنت ما عارفش القانون كتمشي كتجلس السلام عليكم هي سنة مباراة السلام راه نسني على ليا كوبي نمشي فحالي. لا خصني نعاونو وباش نعاونو نكون عندي إلمام بالقانون، لهذا كنطلب هذا الطلب اللي عندي مهم أنا شخصيا، وباش نقول جميع أعضاء المكتب المديري ديال عصبة الدار البيضاء، الهندام احترام الوقت، احترام المسؤولين ديال الفراقي، أنا ما بغيتش ندخل يجي مسؤول ونقول له خرج عليا، لا لا ماشي لغة هذي خرج عليا، يمكن عندك سلطة يمكن كتشوفو حتى الحكام راه تيقول لي خرج عليا ما عندكش حق تهضر معايا، شوف اما احسن نقول لي الله يجازيك بخير خليني ندير خدمتي ولا خرج عليا ما عندكش حق، كاين فرق، هذيك خرج عليا تقدر هو تو مدوز عنده واحد 50 عام ديال التسيير يقول لك هذا يلاه قال بسم الله يقول لي خرج دابا صافي هي هي ولا مشكل، شويه لباقه شويه لباقه، نقول لبيق في الهضره ديالي يمكن نعطيه واحد الميساج غير الهضره بشويه نعطيه ميساج بسم الله خصو يفهمو، نقدر نعطيه ميساج بالتشات ما غادي يفهموش هو غيطلع للسما، ونتمنى لكم التوفيق والله يسر لكم الجميع وشكرا. يمكن اللي عنده شي حاجه زايده بغى يزيدها شي اضافه يمكن نسى، أما نقول لكم واحد القضيه انا درت ديليغي في 2007 دوزيام ديفيزيون بقيت درتها، مي كنشوف كنحضر المباريات كنشوف هادشي اللي قلت لكم راه شفتو هداكشي باش طرقت ليه، انا شفتو حيت انا وقعت لي انا دخلت عند الحكم بغيت نقول ليه والو بغيت نقول ليه تبارك الله اللي قال لي خرج عليا انت بغيت تقول لي اش كان بيه مازال ما هضرتش معاك، كيف هادشي كيوقع انا هادشي شفتو باش قلت لكم، سينو كاينين ناس فيكم اللي عندهم تجربه كبيره يمكن تي عارفين اكثر مني، ما بغيتش ندخل معاكم في المناديب ديال الجامعه لان هذاك مستوى اخر خصو حتى هو لقاء اخر خصو يوم دراسي اخر، حنا هضرنا على عصبه مباريات ديال العصبه، اللي عنده شي اضافه ولا عنده شي تساؤل مرحبا به. Salam alaikum, bonsoir Sidi. On vous remercie de votre chance qui était très, de vos conseils qui sont très précieuses. Mais j'ai une seule chose que je voudrais bien savoir. Vous avez mentionné l'arrivée du commissaire de match une heure avant le match. Selon les directives de la Fédération Royale Marocaine, il y a un compte à rebours qui doit être respecté, qui est de 90 minutes, soit 1h30. Si c'est vrai ou non, j'attends votre réponse, monsieur. Oh,
نسالوا على هذا المسألة هذا ونعطيكم بعد نقيدوه. Merci pour votre question. Et pour vous dire, depuis le début, j'ai annoncé que... غير باش نوضح لك الله يرضي عليك، في الأول قلت هذا الشيء اللي قلنا كينطبق على المباريات ديال العصبة الضامنة الكبرى كرة القدم. راه قلت في الأخر ما هضرناش على الجميع لأن عندها قوانين أخرى وعندها مسائل أخرى اللي ما يمكنش نطبقوا لها وحنا مازال ما خصها يوم إخباري آخر في هذا النطاق هذا في هذا المجال باش نستافدوا كاملين بالنسبة اللي غادي يمشي للجامعة. شكرا. السلام عليكم. هضرتي على ما يجب وما على المندوب، ولكن حنا كاين عندنا بعض الإكراهات. من ضمن الإكراهات أنه دوك الواقيات ديال الشمس أو ديال الشتاء اللي ما كاينش مجموعة ديال الملاعب، وهذا إكراه كبير. على سبيل المثال واحد المقابلة ملعب تافلي ساسفا كانت منذ بداية المقابلة إلى غاية النهاية كانت واحد الشتاء كثيرة، لدرجة أنه الحكام ولا اللاعبين بدلوا وذاك المندوب بقى بذاك الهندام ديالو منذ البداية إلى غاية النهاية. إلا كان ممكن أنه توفروا المناديب بعض الآليات اللي تحميها على الأقل من هذا. وشكرا. السلام عليكم يا اخواني جميعا، ورحب بكم يا اخواني جميعا. واحد السؤال الاستاذ بوطيب شاف سيدي، فهو باش بانك قلتي بانه الحاكم المندوب يجي قبل ساعة ونصف ويدخل الملعب يراقب الشباك ولا هادي، هذا هاد الحالة خلف التخصص ديال الحكام. اون فوا غيدخل للتيران يقول لي خاص الشبكة ولا خاص بهادي ولا هادي، غادي يولي مسؤول في المشاكل. والنقطة الثانية اللي كاينة الأستاذ بوطيب هي بأن الملاعب راه تيكون ماتش على ماتش، ما كاينش تفرق ديال 5 دقائق 10 دقائق باش غيدخل باش غتكون هادي. والمشكل اللي كاين هو بأنه المندوب ما خاصوش يدخل في التخصصات ديال الحكم، اللي دخل قال لي راه خاصها برا ولا خاصها شركة أو اللي معاه في الشنآن. وشكرا. غنجاوب على التساؤل الأول. دابا باش نكونوا عارفين شنو كاين بالنسبه للسيد الاخ اللي قال لي الشتاء ما كاينش فين يتدرب وداك الشيء، مازال راكم عارفين احنا في العصبه ما يمكنش غادي نقولوا لهم ديروا، راه كتلقى حتى اللعابه تيجلسوا الشتاء كتصب. شوف الغرض الله الشتاء ديال الله، ما يمكنش لنا غادي نحبسوها، ما يمكنش لنا نقولوا ما تصبش ذاك الوقت. جيتي بداك الشتاء انت رضيتي بديك الخدمه بحال اي واحد كيرضى بشي خدمه، البناء كيرضى بخدمه يلاه كيطلع كتصب جديد الشتا كينزل مرمد بحال بحال. انت قابل هذيك المهنه دير الاحتياط ديالك، كاين مضل كاين صباط كبير ديال الشتا، دير الاحتياط ديالك. حنا ما نقولوش راه ما كتكرفش، راه كتكرفش هي، راه كلشي اللي غتيسيو ديك المباراه كيتكرفصوا، لاعبين حكام مندوب عساس كيتفرج كلشي راه من ديك الشتا. والشتا خير ديال الله نوجد ليها قدر المستطاع، ما يمكنش نقول لك لا راه غادي نوفروا لكم سينو، راه الا جينا على الشتا نهار تكون الشتا ما يمشي حتى واحد يلعب، لا حكام لا بونتوش لا ديليكي لا حتى واحد، كلشي جلس دارهم كاين الشتا. بكري كانت الشتا ما كنمشيوش نلعبوا، كان التيران ديال التراب دابا راه كاين لا تي بي سي راه كلشي كاين. السؤال التساؤل الثاني، انا ملي كنت كندوي كنقول ساعد الحكام، ما كنقولش دخل في الاختصاص ديالو،